فارس الجن واحد بس يا استاذ احمد زاهر اللي بيعمل دور فارس مصطفى النمر، يعني بنسميه هيرو شعبي، عارف اللي هو ايه، ابن البلد الجدع. يعني لا لا، الموضوع مختلف. احنا عمرنا، انا عمري ما قلت على محمد رمضان ان هيرو شعبي في قلب الاسد. قلب الاسد ده قصه مختلفه تماما. تمام، هو محمد رمضان كان الانتقادات بدءه من ايام الالماني وعبده موته. احنا عملنا له فيلم مختلف تماما، الولد اللي بيتخطف وبيتحط في اطار اجرامي بس هو اصله طيب. ده موضوع تاني خالص. تمام، وكان فتحة خير، ويعني انا بعتبره من احسن الافلام اللي عملها محمد رمضان. تمام، هنا الموضوع ده فعلا ولد ابن بلد ومن اصل طيب ومتربي في بيئه طيبه. الموضوع بعيد تماما، دي قصه ودي قصه تاني. تمام، وهناك انت بيقول لك انت لما بتحط في اطار الجريمه اكيد يعني البيئه بتاثر عليك، فده قلب الاسد. هو فيلم اجتماعي اكشن، وفي لاف ستوري، في شويه خفه دم بسيطه، يعني هو جامع شامل يعني، بس جرعة الأكشن فيه زيادة شوية. هنا الموضوع مختلف تماما. هنا الولد من أصل طيب جدا ومن أصل ريفي جميل، وإزاي في وقت معين لما حد قوي جدا بيجي عليه وبيجي على الناس اللي بيحبهم بيقف وبيدافع عن نفسه وعن أهله وعن كرامته. أنا ما عنديش ولا لفظ في قلب الأسد. يعني انتوا مشكلة للناس نزلت مشاهد وشطات من عبده موتى مثلا او من حاجات تاني وقالوا قلب الاسد، لا كان في عشوائيات ولا كان بلطجي، ولكن ده كان في نزلة السمان والهرم وعاملين جو سياحي وجو جميل جدا. بص، هو مشكلة ان قلب الاسد نزل بعد مجموعة افلام، فهم قالوا هيبقى زي قلب الاسد في حتة تانية، المطاردات في حتة تانية، الاكشن في حتة تانية، نطة الكوبري اللي عملها كريم السبكي كانت عظيمة. لا لا لا، موضوع مختلف تماما.